السلام عليكم ورحمة الله. Today we'll talk about tenses, الأزمنة. طبعا مجرد ما نقول الأزمنة لازم نكون مدركين إنه إحنا داخلين على باب خطير جدا ومهم جدا في اللغة الإنجليزية. إحنا في اللغة العربية عندي كم زمن؟ أنا عندي في اللغة العربية ثلاث أزمنة، ثلاث أفعال بنشتغل على الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر. في اللغة الإنجليزية الوضع يختلف تماما، هي ما هي ثلاث أزمنة نهائيا، لا، في اللغة الإنجليزية عندي 12 زمن. تخيلوا الفرق، يعني فرق شاسع. إحنا باللغة العربية بنجلس سنين وإحنا قاعدين ندرس فعل مضارع فعل ماضي، باللغة الإنجليزية في عندي 12 زمن، وكل زمن له وضعه الخاص، متى أستخدمه، كيف أستخدمه، ليش استخدمت الزمن هذا، إيش الكلمات اللي تيجي معه، إيش الكلمات اللي ممنوع تيجي معه. حندخل في عالم الأزمنة طبعا، من هنا بيبدأ الشغل جامد مع بعض ونبدأ نركز أكتر وأكتر. أوكي، يعني إحنا بعد ما خلصنا helping verbs auxiliary، كيف نستخدم الفعل الverb to be والverb to have والverb to do، بنستخدمهم main verb وبنستخدمهم helping verb، بدأنا عاد في الشغل تقيل. أوكي، تعال نعرف من هم الأزمنة اللي احنا بنتكلم عنهم كمسميات، يعني كأسماء، وبعدين حنمسكهم واحد واحد ونشتغل عليهم. هذه هي الأزمنة. There are 12 tenses in English language. يوجد 12 زمن باللغة الإنجليزية. Simple past، عندي past ماضي، وعندي present مضارع، وعندي future مستقبل. مع كل واحدة عندي أربعة. Okay، أربعة past، أربعة present، and four for future. Simple past، الماضي البسيط. Continuous past، الماضي المستمر. Simple past perfect، الماضي البسيط التام. Continuous past perfect، الماضي المستمر التام. Present، simple present، المضارع البسيط. Continuous present، المضارع المستمر. Simple present perfect، مضارع بسيط تام. Continuous present perfect، مضارع مستمر تام. Future، المستقبل. Simple future، continuous future. Simple future perfect، continuous future perfect. المستقبل البسيط، المستقبل المستمر، المستقبل البسيط التام، المستقبل المستمر التام. هذه هي الـ 12 زمن، past present future، كل واحدة منهم أربعة. طبعا إذا كان صعب عليكم موضوع كيف تحفظوا الأزمنة هذه كمسميات، أنا هدي لك طريقة سهلة تحفظوا فيها الأزمنة كمسميات، بنقول كأسماء، إحنا لسه ما دخلنا فيها. خلينا نطالع في الصورة هذه. عندي perfect معناها تام، عندي past معناها ماضي، present مضارع، future مستقبل، simple بسيط، continuous مستمر، simple continuous simple continuous. شوف أنا كيف حقولها، simple past continuous past، simple present continuous present، simple future continuous future. كم زمن كده أنا قلت؟ تعال نعد مرة تانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة أزمنة صح؟ نعيد الستة أزمنة مع كلمة perfect. Simple past perfect، continuous past perfect، simple present perfect، continuous present perfect، simple future، continuous future. صاروا كم؟ ستة وستة 12. Simple past ماضي بسيط، continuous past ماضي مستمر، simple present مضارع بسيط، continuous present مضارع مستمر، simple future مستقبل بسيط، continuous future مستقبل مستمر. عيد نفس الستة مع perfect. Simple past perfect ماضي بسيط تام، continuous past perfect ماضي مستمر تام، simple future perfect
مضارع بسيط تام continuous present perfect sorry simple present perfect continuous present perfect مضارع مستمر تام simple future perfect مستقبل بسيط تام continuous future perfect. اوكي لو حطيت الصورة هذه في راسك بإمكانك تقولها بكل سهولة، هي past و present و future هي الأساس، مرة simple مرة continuous بعدين بعيدها مرة تانية مع كلمة perfect. اوكي حاولوا تحفظوا في البداية مسميات الأزمنة هذه لأنها مهم جدا في البداية، أكون أنا عارف حالي بدايتي فين وحنتهي فين. simple past continuous past simple present continuous present simple future continuous future عيدة مع perfect simple past perfect continuous past perfect simple present perfect continuous present perfect simple future perfect and continuous future perfect. هذه هي ال 12 زمن اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي note ملاحظة the difference between the question and the answer is just converting the subject with the helping verb. بيقول لي الفرق ما بين السؤال في الأزمنة، خلاص أنا بتكلم على الأزمنة كلها، بيقول لي الفرق ما بين السؤال والجواب هو فقط converting يعني عكس بتعكس عكس الفاعل مع الفعل المساعد. الفاعل مع الفعل مين الفاعل؟ الفاعل الآي والهي والشي والإت والوي والذي واليو السبع كلمات. مين الفعل المساعد الهيلبينج فيرب اللي احنا أخذناه من الحلقة الماضية اللي هما فيرب تو بي am is are was were و verb to have have has had و verb to do does did do والمودلز will would can could shall should may might. بيقول لي except tenses with verb to do. اها verb to do مستثنى من الموضوع، يعني اذا انا عايز اجيب سؤال وجواب الفرق ما بين السؤال والجواب ان انا بعكس الفاعل مع الفعل المساعد بشرط الازمنه ما تكون فيها verb to do. طب تعال نشوف what is he eating what is he eating ماذا هو يأكل؟ طالع الجواب he is eating a sandwich. كل اللي أنا سويته أنا عكست ال helping verb is مع ال subject pronoun اللي هو he، كانت is he خليت الإجابة he is وحطيت الفعل زي ما هو وكملت الإجابة اللي أنا بدي إياها إيش بيأكل. Number two, what have they bought? ماذا هم اشتروا؟ What have they bought? They have bought a new car. They have bought a new car. ايش سويت انا؟ كل اللي انا سويته ان انا عكست. كانت have they خليتها they have. What language can she speak? She can speak Italian. Can she can. Okay. طبعا انا لسه احنا مش عارفين ايش هي الازمنه هذه، انا بس بتكلم انه ايش سوينا بالضبط ما بين السؤال والجواب، قال لي بس بتعكس. في كل الازمنه حنلاقي نفس الموضوع هذا، بيقول لي الا الازمنه اللي هي فيها verb to do. طب مين هي اللي في verb to do هذه اللي عامله لنا مشكله؟ اللي هي هذه simple present والsimple past، بس simple past وsimple present هذول الاثنين هم التخصص اللي بيلعبوا معايا في دز ودو. عدا ذلك كل العشرة أزمنة الباقية هي الفرق ما بين السؤال والجواب إني أنا بعكس الفعل المساعد مع الفاعل. أوكي اتعرفنا على الأزمنة، اتعرفنا على أسماء الأزمنة، نبدأ إن شاء الله في أول زمن الحلقة القادمة. Thank you very much and see you later. Bye bye.